السلام عليكم، موجودين دلوقتي في مكة. النهاردة 24 رمضان صباحا، منتظرين شروق الشمس عشان نوري لكم ونتحرى شروق شمس 24 رمضان عشان نتأكد الليلة اللي فاتت ليلة 24 كانت ليلة القدر ولا لا. احنا هو في مكة المكرمة وده شروق 24 رمضان اهو. يلا بينا يلا بينا يلا بينا، الشمس بتشرق. طيب مش عايز اضيع وقتكم، لكن عايز اقولك بخبرة السنين، الشمس مجرد ما طلعت من الجبل الشعاع ضرب في عيني على طول. يمكن انت ما تحسش بيها في اللايف، يمكن الناس اللي بتتفرج دلوقتي ما تحسش بيها قوي في الكاميرا يعني، لكن الشعاع اللي ضرب في عيني مجرد ما الشمس ظهرت ده يدل بنسبة 100% ان الليلة اللي فاتت ليست ليلة القدر. خلاص دي لها شعاع يا جماعة 100%. في مرات كده ما بيبقاش في ضباب، ومجرد ما الشمس تظهر بعرف، يعني في ثانية بعرف الليلة اللي قدامنا، الشمس اللي قدامنا دي يا جماعة شروق شمس 24 رمضان. يعني ليلة 24 رمضان في مكة لم تكن ليلة القدر. واحد يقول لي طب ما احنا عارفين ان الليلة الزوجية مش ليلة القدر. لا يا حبيبي، في ليالي في اماكن تانية في دول عربية واسلامية تانية الليلة النهاردة ليلة 23 مش ليلة 24. فاللي قدامنا ده دليل دامغ، شروق الشمس ده دليل دامغ ان الليلة اللي فاتت لم تكن ليلة القدر. بعد ما شفنا شروق شمس 24 رمضان، الشمس طبعا اهي بشعاع قوي جدا جدا، اول ما طلعت الشمس كان في شعاع قوي جدا، فده معناه ان الليلة اللي فاتت ليلة 24 رمضان لم تكن ليلة القدر. الليلة اللي جاية دلوقتي بعد اذان المغرب هتبقى ليلة 25 رمضان، وبنسبة كبيرة جدا ممكن تكون ليلة القدر، لان انت فاضل عندك 25 و27 و29 وغالبا كده النسبة 35% ممكن تكون الليلة اللي جاية هي ليلة القدر. فالناس تعمل كل حاجة، الصدقات وقراءة القرآن والدعاء والصلاة وبر الاهل والوالدين، الخمس حاجات دول مهمين جدا جدا اعملهم، واعمل كل حاجة تانية خير ربنا يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. شكرا جزيلا ليكم، واللي جاي لسه ليلة القدر ما زالت باقي، استنونا واوعوا تروحوا في اي حتة. سلام مؤقت.